مني وانا ارجف وادور عالدفاع والظلم مر وظالمي ضيع وعودة والوفا قلبي مثل طير حزين النور بعيون انطفى شايل بإيدي هالفانا بذاتي ودنيتي وشوق المشاب دمي وصار شوق المشاب دمي وصار أكيد ما كنت متوقع تشوفني في يوم من الأيام ولا فكرت ابدا ان الجليد ممكن يدوب فيه وتظهر كل الحقايق والمجرم بحق الناس بياخذ جزاء كان صحيح صبرت علشان خاطر اعز انسان عندي وبيني وبينك فكرت في بعض الاحيان ان انا اسامحك بس كل ما جربت منك وشفت تصرفاتك حسيت بعدم مبالاتك وغرورك ونسيانك للجريمة الكبيرة اللي اقترفتها وبكل سهولة بكل سهولة قاعد تمارس حياتك مثل ما تبي مثل ما تشتهي انت انسان ما تستحق ان الواحد يسامحك واعتبر حياتك من هاللحظة كنت جحيم واسمع من اليوم ورايح لازم كل الناس يعرفون من أنا من هو أنت أي مشكلة تواجهك لا يمكن تحلها بالزعل بالحكمة بالحكمة والحلم يا ولد الحكمة والحلم إنه صافي يعيش بخير وسعادة ورفاهية وهو قاتل يوسف صافي منه قتل قتل طموحي
واغلى شيء عندي. اي طموح يا ولادي، انت حققت كل طموحاتك ودرست، مو ناقصك شيء؟ مو ناقصك شيء؟ انت تقولين الكلام يا يمه، مو ناقصك شيء؟ كل اللي بغيته انا حققت لك اياه وما قصرت، وانت ما شاء الله اليوم خير ومال وجاه وعيال، كل هذا من وين؟ فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل حمود أبوك. حمود أبوك اللي نبش بأظافره حتى يربيك ويخليك رجال متعلم تفتح بيت. صحيح أنت فتحت لي بيت، لكن ما فتحت لي قلبك وشعرت فيني. إيش هذا الكلام يا ولد؟ ولد؟ كيفك؟ يلا يا وليدي تعشي. انت اليوم ما تغديت؟ كيما مالي خلق ارجوك علشان خاطري. ها لقمة يلا. يلا يلا بس شرط، زواجنا راح يكون بعد التخرج. تصبحون على خير. وانت من اهل الخير محمود. إيش في صافي؟ وما قال لك من إيش متضايق؟ يقول تعبان متضايق من الشغل. أكيد هذا كلامه هو. عمي حمود، صافي من زمان عنده مشاكل بالشغل، إيش معنى الحين زادت المشاكل وصار مهتم فيها؟ يا بنتي يا أسماء، صافي تاجر بالسوق، وانت تعرفين التجارة منافسة، والتجار يحسبوا له 1000 حساب. احتمال يكون صحيح. أهم شيء إنك حطيت صافي تحت باطك وصدق كل كلامك. ما أعتقد أن صدق كل كلامك. صافي حذر جدا. لو كان حذر مثل ما تقول كان موافق يجي معك المفرح. بعدين أنت ليش بغيت لي بيت صافي؟ لأنه المزرعة يا فاهمين استوى فيها كل شيء. استوى فيها الاختطاف وجود القتلة. المشكلة أن دليل الاختطاف ما راح يبين، لأن المخطوف طليق، أما الجثة احتمال يكون جمعة أخفاها. أنا ما أعتقد أنه نبهان بيقول بأنه جمعة اختفى عن الأنظار أو أنه خايف من ظله بسبب الاستم. يا جماعة أنا عندي سؤال واحد محيرني بس، معقولة نبهان يريد يتحقق من موضوع بنفسه؟
صدقوا ذا الشيء؟ صح لسانك يا عبد الجليل؟ هذا هو السؤال اللي مدوخني. انت ليش بغيت اجي المزرعه؟ مش خايف تشوف مكان القبر؟ ليش؟ انت ما تقول انك دفنت الجثه؟ خلاص باكر بيزرع فوقها وتضيع في زحمه المزروعات. انا ما ادري ليش انت تستسهل الامور. مشكلتك جماعه انك تخاف. حط مكانك في مكاني. انا لا يمكن اخلي نفسي في مكانك. انت مخك على قد راسك، اما انا مخي تعدى حدود هذا الراس. فهمت؟ لا والله ما فهمت، لكن بمشي معاك وبشوف نهايته. لا تنسى موعدك مع صافي، هذا أهم شيء تسوي بكرة. إذا بغيت تسلم من أذية عزيز وفهد. أنا أستأذن، وعاد أنتوا بكرة خبروني إيش يصير معاكم. إيش قصدك يا عبد الجليل؟ تريد تتركنا وإحنا في نص الكارثة اللي بتستوي فينا؟ سلامات أبو الشباب. مالك متشائم؟ ترى الموضوع ما هين بهذه السهولة عشان تتخلى عنه. أنتوا المشكلة ما حاسين فيني، لأنكم ما كنتوا معي ذيك الليلة. هذا الإنسان هلكني بذيك الليلة، اللي يسمع اني يقول رايح حرب، ما كأنه رايح مزرعة مهجورة وشافها بعينه. ايوه من حقكم، انت تتمسخر وانت تضحك. اللي ايده بالنار ومثل اللي ايده بالماء. يا جماعة مفروض الخوف يسكن قلب جمعة، ما يسكن قلبك انت. تعرف ليش؟ لان جمعة هو الجاني وانت اللي مجني عليه. افهم. عشان كذاك احنا لازم ناخذ حقك بالكامل. ايوه بس انتوا رايحين تاخذوا مثل ما انا اخذ. اهني مربط الفرس. انا عرفت سبب انزعاج ذا الانسان. انت باغي حصتك تكون اكبر؟ خلاص ولا يهمك، انا بتنازل بربع حصتي حالك. يا اخي انا ما قصدي هذا، المشكلة ان انا ما اريد اروح مرة ثانية ذاك المكان. يا جماعة فانتوا جالسين تلفوا وتدوروا في نفس الموال. انا استأذن. حياكم. جالسين؟ لا ابوي رايحين. عزيز صدقني نبهان ما بهذه الخطورة عشان ينخاف منه. بعدين انت ما قلت انا المخ. انت اتبعني وشوف. احنا على طول تابعينك، انت تامر واحنا ننفذ. طيب انتو يوم من الايام افكاري خذلتكم مثلا، او تأذيتوا بسببي؟ فهد خلينا نرجع لشغلنا الاول على قدنا.
روح. لا 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 أرجوك نار. لا 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 أريد ماي، أعطيني ماي. ماي صافي، تعرف ايش كنت تقول وانت نايم؟ ارجوك يا اسماء، اريد انام، تعبان يا اسماء. ليش نايمة هني؟ ما أعرف يا بنتي، قلت أجلس أريح شوي، ما أعرف كيف غفيت. طيب يلا يلا قومي روحي لغرفتك، تبيني أساعدك؟ لا بروح وحدي، بس خبريني جليل أخوك وصل ولا لا؟ والله ما أعرف. يلا تصبحين على خير. وانتي thank you.
ليش تخليني احاتيك وافكر فيك كل ليله؟ مو بكافي ابوك اللي ما اعرف عنه اي شيء؟ مرحبا استاذ ابهام، اسف ازعجتك، بس شفت سياره واقفه قدام باب المزرعه بالضبط. ليش صرت؟ بصراحه ما جاني نوم، قلت اروح اطمن. انتوا بعدين معك يا جماعه، ما كافي غلطتك الأولى؟ إيش عرفك إن السيارة جاية لمزرعتك؟ ما يمكن مضيعين وجايين يسألون عن حد؟ يسألون بهالوقت بالليل؟ يا أخي أنت ليش تمشي المزرعة بدون ما تخبرني؟ اسمع يا جماعة، أنت تعرف زي المزرعة إن قراري ما غيره. هذا إذا بغيت تبعد نفسك عن الشبهات وعن التهديدات، ولا بطلي يا جماعة. غبي، أبوي؟ من اللي غبي؟ واحد من الموظفين. المهم أنت كيفك اليوم؟ أنا ماشي الحال. ليش تقولي هكذاك بلا نفس؟ يعني ما راح ننسى؟ أبوي، أنت كيف عرفت إن صافي أبو فيد يأكل حقوق الناس ويضرهم؟ السوق اللي نشتغل فيه الإنسان السيء
والإنسان الجيد يا رجاء. وصافي من وجهة نظرك من التجار سيئين؟ ما من وجهة نظري، كل اللي حواليه ما يرتاحون له، وأنا أولهم. وماجد؟ ماجد هذا ولد واحد ما يعرف إلا الضرر للناس، ما يهمه إلا جمع الفلوس من هنا وهناك على حساب تعاسة الآخرين. بس ماجد شو ذنبه؟ بعد إيش الدافع عنه للحين؟ والله معاك حق، لو كان رجال ما كان سوى اللي سواه معاي. انتي لازم تفكري في نصيب ولد عمش، هذا انسان عنده فلوس كثيرة، لا تنحصى ولا تنعد. بكرة راح تصيري اميرة عليه وعلى اولاده بعد. بس نصيب يعني؟ ما مهم، مطلق طماع هذا كله ما مهم، المهم ان عند فلوس وما يقدر يرفع عينه بعيني. ايش رايك؟ ايوه نعم، ايه نعم، هذا بيت صافي بن حمود. نعم. ايش تقول؟ مستشفى؟ اي مستشفى؟ زين اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير.
عزيز؟ عزيز؟ صباح الخير يا بطل. صح صح يا حبيبي، احنا ورانا شغل، انا بروح اسوي لك شاي عشان تنعنش وتعرف تركز صح. الله يستر. نعم جماعة. مستعد؟ ايش تقول؟ ووالده ايش استواله؟ والنسبة 80%؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أنت روح المزرعة وراقبها من بعيد لبعيد بدون ما حد يحس فيك، وأنا ساعة أو ساعتين بالكثير بكون معك. مع السلامة. اسمعني زين يا أيوب، فتح عقلك معي زين. فهد أريدك تراقب لي إياه وتتفرغ له وتشوف كل تحركاته، فهمت؟ ليش وقفت؟ ما أدري، أحس بشيء غريب في قلبي، أحس إني ما مرتاح. لا لا لا، خلنا عنك هذا الكلام، أنا ورانا شغلة. بارك. نعم طالب. حط بالك. إن شاء الله. تستاهلهم. الفلوس ما تشفي الغليل يا أبو ماجد. أنا الحين شفيت غليلي بعد ما شفت قلبه محترق على ولده. أشوف قلبك صار أسود قاسي. ما أقسى من قلبه اللي خلانا على بساط الفقر، وإحنا 4 أخوان و3 بنات. ما أقسى من قلب اللي شاف أبوي يموت قهر، هو جالس يشوف يستمتع بالحادث الرهيب، وكل اللي سواه أخذ الثروة من قدام عيوننا وخلانا بلا غطاء ولا طعام ولا أمان من الأيام الجاية. ما تشوف إن فقدان الابن مصيبة ما يقدر يتحملها؟ خليه يتحمل، خليه يتحمل مثل ما تحملنا. على فكرة أستاذ، أنت ما قلت لي إيش مشكلتك معه؟ مسألة خاصة.
حرمني من أعز إنسان في حياتي، واللي مزعلني الحين أسمع بكاء من بعيد. ما فهمتك. ما ضروري تفهم، المهم نفذت وخضيت حقك. موت ولده مقابل موت أبوي، بس باقي الثروة والفلوس اللي سرقها من أبوي الله يرحمه. مستتب في المزرعة، ما في أحد. كيف؟ يعني ما أدخل إلا لما تيجي أنت والجماعة. شوك، أنا بجلس في السيارة انتظركم، بس لا تتأخروا. مع السلامة. ما أدري إيش اللي يدور في بالك يا أستاذ ربان. أهلا وسهلا، احنا موجودين في المكان المتفق عليه. فهد روح انت وربيع كل المزرعة، جمع واصل هناك وانا جاي في الطريق. يلا دخلوا. شربوا هالحين يا اغبياء، والحين خلنا نمسح المكالمات المستلمة كلها والرسائل بعد.